أطلقت مؤسسة دلول للفنون في بيروت معرض الحفر والطباعة الذي يستمر حتى بداية ديسمبر المقبل، وهو معرض فريد من نوعه لأنه يحتفي بإبداعات الفنانين العرب ويتيح فرصة فهم فن الطباعة ومعرفة تاريخه وتقنياته. هذا صحيح، المعرض يجمع أعمالا ل36 فنانا عربيا تصل إلى أكثر من 300 عمل طباعي يدوي على الورق، وتبرز تنوعا في تقنيات الطباعة المستخدمة. ومن أبرز هؤلاء الفنانين نذكر من بينهم فريد بالكاهية وشعيبية طلال من المغرب وكمال بلاطة ومصطفى الحلاج ووليد أبو شقرة وسميرة بدران من فلسطين ورفع الناصري وضياء العزاوي وسعاد العطار من العراق وشفيق عبود وحليم جرداق وإيفت أشقر ومحمد الرواس من لبنان والعشرات غيرهم. زائر هذا المعرض كما ذكرنا سيكتشف التنوع الكبير في تقنيات الطباعة المستخدمة، بما في ذلك العمليات المعقدة للحفر الغائر والنقش البارز والطباعة الحجرية والطباعة الحريرية. كما تتوفر مواد أرشيفية وكتب نفذ تصميمها عدد من الفنانين، ونسخة فريدة وأصلية من أول كتاب طبع في الجزء الشرقي من الإمبراطورية العثمانية عام 1610 في دير مار قصحية في لبنان، وهو كتاب المزامير، بالإضافة إلى مقابلات مصورة تضيء على تجارب فنية معاصرة. إذن مشاهدينا، نحن أمام معرض حضوره ليس لمجرد الاستمتاع بمشاهدة الأعمال، وإنما أيضا لفهم التقنيات الفنية. رشيد، لعل ما يميز الأعمال الفنية المنفذة بتقنية الطباعة السماح بتعدد النسخ، بينما تعد الأعمال الأخرى من الفنون التشكيلية أعمالا أحادية، وينتج عن أعمال فن الحفر الطباعي ما يسمى نسخا أو إصدارات موقعة ومرقمة ومؤرخة أيضا، ما يجعلها في متناول عدد أكبر من الناس. وربما لكل فنان تجربة خاصة وتجديد يسعى من خلاله إلى التفرد، ولذلك نستضيف الفنان العراقي فائق العبودي المختص في التصميم الطباعي، والفنان الذي يحمل في رصيده عشرات المعارض الفردية والمبادرات الثقافية في سويسرا، وذلك للحديث أكثر عن الفن بالنقد والتحليل. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ فائق. يعني بداية، ما هي أنواع فن الحفر والطباعة؟ لماذا يختاره الفنانون؟ وما الذي يتيحه لهم؟ أولا تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لجمهوركم الكريم، وتحية بحجم السماء إلى أبطال جبهة المقاومة، وشكرا لهذا اللقاء وشكرا لهذه الدعوة الجميلة. بالنسبة للسؤال، أنواع أدوات الحفر طباعة، الحقيقة في أنواع على الخشب، في الحفر على الخشب والحفر على المعادن، وكذلك الحفر على الحجر وطباعة بالشاشة الحريرية. طبعا كل فنان وين يجد نفسه بهذه الأنواع من الفنون يشتغل عليها، اللي تعطيه مثل ما أسلفتم بالمقدمة أنه تعطي عدد كثير من اللوحات تختلف عن الرسام. الفنان التشكيلي يرسم لوحة واحدة فقط، ربما يستطيع أن تكرارها أو لا يستطيع، بينما بفن الطباعة والحفر يستطيع الفنان أن يعطي نسخ كثيرة وكثيرة. أستاذ فائق، دعنا نفهم منك ربما الفرق بين فن الجرافيك والحفر والطباعة. هل هي اختلافات في المصطلحات أم هي هناك اختلاف في مراحل هذه العملية الفنية؟ نعم صحيح، بالمراحل والمصطلح أيضا. بالنسبة للجرافيك هو ببساطة تحويل الأفكار إلى تصاميم، وهذه التصاميم تحمل رسائل خاصة يعطيها الفنان للجمهور، ويكون من خلال تصاميم الكمبيوتر مثلا أو أيضا التصاميم اليدوية، وكذلك الرسم على الجدران بواسطة الألوان البخاخ. بالنسبة للحفر يختلف كثير طبعا،
بينما الرسالة واحدة، احتمال تكون رسالة واحدة. يعني عندنا مثل ما أسلفت الحفر على الخشب اللي يستخدم الفنان خشب ويحفر. أنا عندي نماذج هنا، أنا حضرت أيضا هذا نموذج حفر على الخشب، والفنان فيما بعد أن يطبع على الورق أو نعم. وهذا نموذج آخر للحفر على الحجر. بالنسبة للحفر على المعادن، يستخدم الفنان مواد كيميائية خاصة طبعا، وبالنسبة للحفر على الحجر أيضا نفس الشيء، مواد كيميائية. وكذلك بالنسبة للشاشة الحريرية، هو نوع من الفنون. عفوا. نعم. طيب سيد فائق، يعني يقول البعض أن المدونة النقدية العربية لم تولي اهتماما بهذا الفن، برأيك إلى ما يعود ذلك، وخصوصا أن هناك تجارب فنية عربية مهمة؟ نعم صحيح. أعتقد هو بالأساس الفن للجمهور، والجمهور العربي أعتقد متذوق أكثر للوحة، للون. كون الفن الحفر يعتمد على ألوان محددة، لون أو لونين أو ثلاثة بأكثر تقدير، هذا السبب. لذلك هذا السبب خلى عزوف كثير من الفنانين العرب اللي درسوا هذا الفن أن يتوجهون توجهات أخرى ثانية، لكون ما لقى متلقي يحبذ هذا النوع من الفن. هذا السبب. وأنا أعتقد أيضا أنا أسمي هذا الفن من الفنون الصعبة والمعقدة. عفوا، هو الفن السيراميك اللي للسبب واحد، أنه المواد يحتاج إلى مواد كثيرة، يعني تختلف عن رسم اللوحة، بحاجة إلى فرشات وألوان وخامة. هذا السبب أعتقد في رأيي. أستاذ فائق، لفتني في اللوحات التي عرضتها قبل قليل، ربما لا أدري، لغة مسمارية أو تلك الرموز الموجودة، وسؤالي يتعلق ربما بالسرديات العربية إن صح التعبير. هل برأيك سمح فن الطباعة بالتعبير عن هذه، عن سردياتنا العربية؟ وهل لك أن تذكر بعض الفنانين الذين اشتغلوا عمليا على بعض هذه القضايا؟ نعم، تأكيد الفنان عنده رسالة يريد يوجهها للجمهور من خلال عمله الفني. وأكيد فنانين كثار اشتغلوا، مثل ما ذكرت الآن أسماء مهمة بهذا المعرض المميز، اللي الحقيقة أهنئ دار العرض على إقامة معرض مثل هذا. فنانين كثار الحقيقة من العراق، عندنا مثلا محمود صبري، عندنا جواد سليم، عندنا رافع الناصري، عندنا ضياء العزاوي كما ذكرتم مشاركين أيضا في هذا المعرض، إسماعيل فتاح الترك، وأسماء كثيرة من الشباب. وأيضا عندنا صالح رضا من سوريا، ومن مصر حسين بيكار، وأسماء مهمة كثيرة من الشباب الآن يشتغلون عليه. وأنا الحقيقة التقيت من فترة قريبة بفنان مهم من الشباب من قطر، محمد بعتيق، يشتغل على هذا الموضوع وعنده مدرسة خاصة بهذا الفن. طيب، يعني لعل من أبرز التجارب الفنية التي استخدمت تقنيات الحفر والطباعة في الفن الحديث، نجد المغربي الراحل فريد بالكاهي الذي اشتغل على الرموز التراثية والروحية. هنا سؤالي، يعني هل يمكن القول بأن هذا النوع من الفن كان ناجحا في حفظ رموز ثقافية؟ وطبعا أريد أن أضيف معلومة للمشاهدين بأنك أنت أيضا استخدمت في مجالك بعض الرموز العراقية القديمة، ومنظمة اليونسكو اهتمت باقتناء إحدى لوحاتك أيضا. نعم. بالنسبة للفنان الراحل الله يرحمه فريد بالكاهية، فنان مهم ومميز ووصل للعالمية، واشتغل وظف هذا الموروث التقليدي المحلي المغربي والأمازيغي في أعماله. بالنسبة للتقنيات اللي استخدمها، هو تميز أيضا بتقنياته الخاصة، اشتغل على الجلود
وعلى استخدم الحناء بهذا، ولي الشرف أن ألتقي هذا الفنان قبل وفاته الله يرحمه في واحد من معارضه في مراكش. أكيد قدر يوصل رسالته، وأرجع وأقول كل فنان عنده رسالة يريد يوصلها للجمهور، فاستطاع الفنان بقوة أن يوصل رسالته للجمهور الأوروبي والعربي. بالنسبة لموضوعي، نعم عفوا، أنا أشتغل عن التاريخ القديم، أنا مهووس بالرموز القديمة، وأشعر أني حفيد السومريين، وأشعر أيضا هنالك روح سومرية متلبسة بي هي التي تنتج هذه اللوحات. أعتقد هي مسؤولية علي، يعني كوني كفنان مسؤولية أن أقدم بلدي بالطريقة الحضارية التي أشوفها للأسف بعض الإعلام يروج بطريقة غير صحيحة للعراق، وسعيد أن أقدم العراق بحدود 33 معرض شخصي توزعت في دول عديدة من العالم، ولي الفخر أن أقول لوحاتي وصلت إلى دول عديدة من دول العالم، وسعيد جدا أن ربما أستغل آخر دقيقة معنا أستاذ فائق بطرح سؤال يتعلق ب التقنيات الرقمية عمليا، يعني كيف تؤثر التقنيات الرقمية على التقنيات التقليدية لهذا الفن، فن الحفر والطباعة بشكل عام؟ نعم أكيد اليوم الذكاء الاصطناعي يحاول أن يطرق هذا المجال، بس يبقى العمل اليدوي هو الأصل، يعني أعتقد بيروح أكثر ويوصل للمتلقي بشكل أكثر ويلامس روح الجمهور. نعم، الفنان العراقي فائق العبودي، شكرا لك، كنت معنا من سويسرا. شكرا. أنا أشكركم فائق. جدا، وأتمنى لكم التوفيق دائما، وشكرا من القلب. شكرا جزيلا.